تصدر اسم عارضة الأزياء الأسبانية جورجينا محركة البحث بعد ظهورها بالعباية الخليجية في ملعب مرسول بارك برياض وفق للعادات والتقاليد السعودية. والحقيقة هي لو كانت لبست أي حاجة كانت هتبقى برضو من ضمن محركات البحث، لأنها جورجينا زوجة كريستيانو رونالدو. أصبحت إطلالة جورجينا في ملعب مرسول بارك هي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، الكل يريد اسم الماركة وتعرف تمنها. العباية اللي لبستها جورجينا مش أول مرة تلبسها، لبستها قبل كده في كأس العالم في قطر. العباية مصنوعة من المخمل من براند عالمي، بلغ سعر العباية 1,700,000، مطرزة من الذهب الخالص وفرنسية الصنع من إحدى الماركات العالمية، ومنقوش اسم الماركة عليها بالذهب الخالص. وصل عدد متابعي حفل الأمس في مرسول بارك حوالي 3 مليار مشاهدة عبر 40 قناة حول العالم. سعر تذكرة الحضور لحفل استقبال كريستيانو رونالدو كانت حوالي 15 دينار، ربعها رايح لإحدى الجمعيات الخيرية بالسعودية. ونرجع تاني لإطلالة جورجينا اللي ارتدت بنطلون جينز هاي وست مع بادجي بلياقة مرتفعة باللون الأسود مع عباءة من القطيفة باللون الخمري الغامق من إحدى العلامات العالمية. أما عن الحقيبة والتي ارتدتها بشكل واضح هي من إحدى الماركات هيرمس باللون الوردي الفائع اللي بيقدر سعرها حوالي 125,000 دولار. قالت إحدى الماركات المهتمة بأخبار المشاهير وإطلالتهم إن مكياج جورجينا كان من علامة ديور. أما عن القراط الذي ارتدته جورجينا في حفل استقبال كريستيانو في مرسول بارك فهو من الماس، ارتدت قراط وخاتم من نفس الماركة ونفس النوع. للأسف الشديد لم تتمكن وسائل الإعلام والأخبار المهتمة بأخبار المشاهير من تحديد سعرهم. مبلغ الكراتة والخاتم اللي ارتدته جورجينا يفوق كل التوقعات. وقع كريستيانو صاحب 37 عام لنادي النصر السعودي صفقة تاريخية مقدرة بحوالي 200 مليون يورو قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويعد ليوناردو واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث حصل على 5 كرات ذهبية و4 أحذية ذهبية بالإضافة لفوزه ب5 ألقاب دوري أبطال أوروبا ولقب واحد في بطولة أمم أوروبا.